امبارح كنا اتكلمنا على لقاء السيده وزيره الثقافه الدكتوره نيفين الكيلاني مع النجم الكبير الفنان علي الحجار لاحتضان الاوبرا لمشروع 100 سنه غنى. هنحاول نعرف ماذا دار في هذا اللقاء، خاصه ان كان في يعني جدل كبير انه مشروع الاساتذه اللي يعني غناه اولى حفلاته او بدا اولى حفلاته مدحت صالح الأسبوع اللي فات هو نفس مشروع علي اللي كان يعني اللي كان علي بالفعل طرحه من فترة طويلة، برغم ان دار الأوبرا طلعت بيان رسمي وقالت ان هو مختلف تماما. خلونا نحاول نفهم القصة وصلت لفين وماذا عن 100 سنة غنى. ومعانا النجم الكبير الفنان علي الحجار. مساء الخير يا علي. يا مساء الفل، ازي حضرتك؟ اهلا بيك. قول لي بقى على اللقاء، يعني كيف كان اللقاء مع وزيرة الثقافة؟ والله كان اللقاء يعني الحقيقه يعني ريحني جدا جدا، وانا كان بقالي 3 أسابيع اعصابي مش كويسه، وكمان كنت بحضر لحفلتي بتاعت ايورت مع الفرقه وكتابه النوت والبروفات، يعني برنامج كنت عامل فيه كمان اغاني جديده وكده، ف يعني ده خد مني وقت وارهاق عصبي جامد جدا، بس الحمد لله كانت نتيجه الحفله حلوه جدا. ده حقيقي. استقبال الناس والضيوف اللي كانوا موجودين كانوا يعني ناس يعني 2 وزراء واعلاميين وفنانين وكده اصدقائي، يعني فكانت حاجه كويسه جدا. كمان يعني يعني المقابله بتاعت الوزيره من وانا تحت على الباب لما خدوني لغايه الاسانسير وطلعت، ومقابلة الوزيرة ليا محترمة جدا جدا اللي فيها تقدير، واحنا يعني هنعمل لك اللي انت عايزه ونربيك، ومشروع 100 سنة غنى لازم يطلع بالشكل اللي انت عايزه والاوركستر تحت امرك، ويعني كان يعني الحقيقة مقابلة ريحتني جدا جدا ونسيت كل التعب الحقيقة. أنا عارفة إن هذا المشروع مشروع قديم عندك بتحلم بيه من زمان، اتكلمت فيه كتير. أيوة. وقلت لي إن بقالك 3 أسابيع منزعج جدا، يعني هل شعرت إن مشروع مدحت صالح هو يعني واخد نفس الفكرة، ولا اكتشفت لما سمعت الحفلة بتاعت مدحت إن هو مختلف تماما؟ والله أنا لما خلصت فعلا، كويس إن حضرتك قلتي كده، لأنه أنا لما خلصت حفلتي ورجعت البيت كان في إعادة لحفلة مدحت صالح في قناة الحياة، وشفت يعني جزء، يعني ما لحقتش طبعا كله، شفت الجزء الأخير كده، لقيت إن لا مفيش تشابه، هي الحفلات اللي مدحت صالح بيعملها في الأوبرا دايما. يعني هو دي نفس حفلات مدحت، ما فيهاش حاجة جديدة، ما فيهاش الفكرة اللي أنت كنت عايز تعملها. لا لا الحمد لله. إيه فكرة 100 سنة غنى؟ يعني هقول لك باختصار، انا عارف ان وقتك طبعا يعني لا اتفضل انا سامعاك. هو سنه 81 وانا بعمل البوم اسمه اعذريني، الاستاذ ميشيل المصري الله يرحمه، مايسترو الكبير يعني ميشيل المصري، كان هو اللي بيوزع لي الالبوم، فطلبت منه، انا بحب قوي اغنيه داري العيون بتاعت محمد صوفي، فقلت له انا عايز الاغنيه دي ما بقاش شبه محمد صوفي، يعني خدها لي في حته تبعدني عن اني بقلد يعني. وهو فاهم قصدي، لانه التوزيع مش بس جمل موسيقيه تانية متوافقه ومتالفه مع اللحن الاساسي، لا كمان وجهه نظر، هو هياخدها فين؟ في انهي حته؟ فعملها لي بوجهه نظر جميله جدا، ووداني في سكه موسيقيه خلاني ما قلدتش محمد فوزي، والاغنيه اتشهرت جدا وقتها. الالبوم ده كان حظه كويس انه باع في اول سنه 4 مليون نسخه. فاتشهرت الاغنيه جدا، مع طبعا اغنيه اعذريني نفسها وكده اللي هو كان اول عمل لاحمد الحجار. فالمهم يعني انه الاغنيه اتشهرت، وناس كتير جدا من الشباب وقتها كانوا فاكرين انها اغنيتي. لانها معموله بمعالجه شبه الفتره اللي احنا كنا فيها العصر بتاعتنا. فافتكروا انها اغنيه جديده. وفين وفين لما انا طبعا في حفلاتي لازم اقول قبل كل اغنيه اسم الشاعر والمغني. طبعا طبعا. فبقيت حريص عشان الناس تفهم ان دي اغنيه موسيقار عظيم محمد يعني فوز. سابق عصره محمد فوزي. وبعدين سنه 83 بعدها بسنتين بعمل البوم اسمه ما تصدقيش، وعماد الشاروني هو اللي بيوزعه، وهو اللي عامل لي اغنيه ما تصدقيش لحن وتوزيع وبتاع، وعماد الشاروني فنان كبير يعني. فقلت له انا عايز يا نور جديد في يوم سعيد، اغنيه عيد الميلاد بتاعت محمد فوزي.
جاب لي اوركستر من الكونسرفاتوار، وجاب كورالات من الاوبرا، وجبنا اوركستر كبير واتعمل بشكل في منتهى الجمال، والحمد لله برضو راح بعدني ودايما اقول له ما تخلينيش اقلد. ونجحت الاغنيه بشكل كويس. جيت سنه 92 بعمل البوم اسمه تجيش نعيش، ياسر عبد الرحمن وسيد حجاب كل الالبوم. فطلبت اغنيه اهو ده اللي صار بتاعت سيد درويش، اهو ده اللي صار وادي اللي كان، مالكش حق تلوم عليا، اللي فيها مصر يا ام العجايب، شعبك اصيل والخصم عايب، اغنيه جميله جدا طبعا. جدا. قلت له انا عايزها تتوزع برضه توزيع الشباب الجداد يفهموا ان هي ان جدودنا دول حاجه مهمه. انا مش حق مش حق مش حابب ان انا امنع اي نوع اغاني وحشه عجباني مش عجباني، لانه ما دام ليها جمهور ما يصحش ان انا امنعها ولا هقدر كمان. فاللي اقدر عليه انه اوري الشباب دول حاجه ثانيه برضو ويقارنهم يسمعوا ده ويسمعوا ده. فعملها لي بشكل في منتهى الجمال ياسر عبد الرحمن، موسيقار كبير طبعا، محافظ قوي على الميلودي الاساسي بتاع سيد درويش ده، يعني فنان الشعب يعني. وراح اعمل لها معالجه موسيقيه الحقيقه في منتهى الجمال، وكمان جيته بقى هو ياسر كمان كمان جاتي عبقري يعني. 86 لقيت قبلها بشويه لقيت نفسي عايز جفنه علم الغزل. رحت المودي الامام قعدت 6 شهور اقنعه، 6 شهور اقنعه، والاغنيه نفسها خدت مننا 3 شهور عشان يعمل لها توزيع، لانه مودي ما كانش ميال قوي للحاجات اللي فيها ربع تون والبياتي والرست والحاجات الشرقي، لغايه ما اقنعته ووافق الراجل كتر خيره وعمل. ليه قعدنا 3 شهور؟ لانه اتنفذت 3 مرات، كل مره نسمع بعد ما الاوركستر يلعب نلاقي انه المعالجه دي لا مش طالعه حلو، لدرجه ان ثالث مره استلفنا فلوس من عم جاد البواب الله يرحمه عشان كمان 500 جنيه لان كمان جاد كان ساعتها الاوركستر عايز 500 جنيه وقتها يعني. واتعملت جفنوه برؤيه جديده خالص مختلفه خالص، وعم حسن الامام كان عايش وقتها، خد شريط وبعته للاستاذ عبد الوهاب وقال له اسمع لو عجبتك الاغنيه كلم الواد ابنه يعني. فانا ومودي ساكنين في شقتين جنب بعض في عماره كلها فنانين، انا وعمر خيرت ومودي الامام وجمال عبد الحميد ومدحت السبعي المخرج ويعني وعصام عبد الله يعني كلنا فنانين، وانا ومودي في نفس الدور، الشقتين بابهم مفتوح على بعض على طول. جاله جرس تليفون قام عشان يرد، غاب شويه ورجع قال لي ده عبد الوهاب، ومن اعجابه شتمني شتيمه اعجاب يعني. ايوه. بعدها بحاجه بسيطه، انا كنت عند الاستاذ حلمي بكر في البيت كان بيلحن لي لحن، وطلبوا الاستاذ عبد الوهاب على التليفون وعرف منه ان انا موجود، قال له اديني عليه. مش هنسى جمله الاستاذ عبد الوهاب انه قال لي انا عجبني ان انت غنيت جفنه بطريقتك ما قلدتنيش، ربنا يخلي لك ابوك يا رب. مش هنسى الجمله دي. يبقى 100 سنه هنا هي يعني إعادة تقديم لأغاني ال 100 سنة اللي فاتت، أهم الأغنيات 100 سنة اللي فاتت، ولكن بطريقة مختلفة، بتوزيع مختلف، بأداء مختلف، بشيء مختلف، بقوالب مختلفة. ما هو ده نجاح الحاجات دي، هي اللي جرأتني إن أنا 2002 أعمل دراسة كاملة بقى من أول محمد عثمان وعبد الحمولي في القرن 19 مرورا بقى بالشيخ ابو العلا محمد والشيخ سلام حجازي والشيخ سيد درويش والشيخ، وعلى فكره انا قصد اقول الشيخ لانه اللي عمل المزيكا في مصر المشايخ، عشان الناس اللي بتقول المزيكا حرام والحاجات دي، المهم يعني اكمل الموضوع الاساسي. والشيخ سيد درويش ومشينا بقى، والشيخ زكريا احمد، ومشينا طبعا لغايه ما وصلنا من العظماء بقى اللي هم الاستاذ عبد الوهاب والاصبكي والصباطي، وطبعا بعد كده احمد صدقي ومحمود الشريف بس ده مشروع ضخم يا علي، ده مشروع ضخم. أيوة جدا. ايوه ايوه. وعملت دراسه كامله. تغنيه لوحدك ولا يكون معاك ناس تانية تغنيه ولا ايه بالظبط؟ لا اتمنى، اصل انا مش هقدر اعمل 100 سنه، اصل دي اكتر من 100 سنه، بس هو عنوان 100 سنه غنى صلاح عناني زميلنا الفنان التشكيلي، هو اللي ساعتها لما كان عارف المشروع قال لي سميه 100 سنه غنى. كان يعني ساعتها لسه طالع مشروع 100 سنة سينما. فقال لي ده هيبقى الاسم ده هيبقى كويس، وفعلا لقيته مناسب للحكايه، مش لازم اقول 120 سنه غنى يعني. لقيته الاسم مناسب جدا، وبدانا نعمل دراسه انا واثنين اصحابي، حد عنده مكتبه موسيقيه كبيره جدا للغنى القديم. الاسطوانات ظهرت عندنا في 1905،
في حاجات تتسجل فعلا باصوات اصحابها، وفي حاجات تناقلناها عن اصوات كانت معاصره وغنت، يعني مثلا عزيز عثمان اللي هو غنى الغراب يا واقعه سودا، مش عارف ايه، الراجل الفنان العظيم ده ابن محمد عثمان الموسيقار الكبير، فغنى له حاجات وفي اسطوانات بصوته يعني. ولقينا حاجات كتير، الراجل ده حمد المعودي ده كان عنده مكتبه وعنده ناس اصحابه عندهم مكتبه، وصديق تاني مؤرخ موسيقي كتب كتابين في التاريخ الموسيقي، ومؤخرا كمان كتب كتاب تاني وقال فيه اسمه 100 سنه غنى، وقال فيه ان انا واخد الاسم من مشروع علي الحجار محمد العتيري. ده ريسيرش يعني متعمق، ريسيرش علمي، بحث علمي. بحث علمي فني، مش مجرد هنختار اغاني، لا ده بحث. لا لا ده احنا ده حتى لما المشروع بعد ما لما قدمته لصندوق التنميه الثقافيه الاول، قدمته لوزير الثقافه فنان فاروق حسني، وبعتني لصندوق التنميه الثقافيه، والمشروع معرفش ليه ضاع، بقيت اتكلم يقولوا الاستاذ فلان ما جاش، الحاجات دي يعني، وضاع. وبعدين لما وديته لقناه من قنواتنا يعني دي ام سي، مش لازم انا عارف انه الحاجه يعني مش عارف، لا ما فيش مشكله. فوافقوا على المشروع واتفقنا على 52 حلقه فعلا، وفي كل حلقه استضيف مطرب من المطربين اللي بيقدروا يغنوا الحاجات دي وحابينها يعني. مطرب او مطربه في كل حلقه، يبقى هو البطل بتاع الحلقه، وبيقابلني الاول. ديكور الاستوديو معمول جزئين، الاتيليه برسم فيه، انا بستغل ان انا رسام، مثلا برسم فيه السيد درويش يدخل ايمن البحر. ده برنامج هيتعمل ولا برنامج كان هيتعمل وتوافق عليه وكله، وبعدين الاداره اتغيرت يعني. حصل تغيير. طب دلوقتي انت بتفكر في ايه؟ يعني خلاص ايوه انا سمعت كمان قصه 100 سنه غنى قبلها، دلوقتي انت بتفكر في ايه؟ بتفكر ان هو ده يكون حفلات في الاوبرا ولا بتفكر في ايه؟ بعد ما الوزيره يعني تفضلت وطلبت ان انا اقابلها ورحت لها وكده، فاللي عرضته عليا معناه انه حفلات، قالت لي الاوركسترا تحت امرك، اللي انت عايزه هيتوفر، فبقت كده رجعت الحكايه تاني، لانه مش برنامج يتعرض في القنوات التلفزيونيه، بقى حفلات. الحفلات دي يعني هيبقى فيها شبه شويه، يعني لازم يبقى فيها نجوم بستضيفهم، ناس تانيه تستلم مني الحكايه، يعني محمد الحلو ده مغنوات، غير انه مغنوات كبير ومهم جدا، هو درس في معهد الموسيقى وفي فرقه ام كلثوم اللي كانت بتدرس الاغاني القديمه دي وبتعمل حفلاتها، هو حافظ هو كمان كتير ويقدر ان هو يقوم في ناس في مصر، وزائد اكتشاف مواهب جديده انا بقالي 7 سنين بكتشفهم، وبيجوا يغنوا معايا، بيجوا من القرى والمحافظات واصوات جميله جدا، جمهوري عارف ان انا مش هطلع واحد وحش طبعا اكيد. طب مين بقى ابطال الحكايه؟ مين ابطال التوزيع بقى؟ انت لو انت بتتكلم اتكلمت على ايه؟ قلت لي كمال قلت لي مودي الامام، قلت لي مجموعه من الاسماء اللي يعني الموزعين الكبار، مين بقى ابطال التوزيع دول؟ لان الشغل ده قوامه اعاده التوزيع. طبعا بالظبط، هو قايم على موزعين صح، لانه يعني انا جربت الكبار يعني اتمنى طبعا انه الوزيره ودار الاوبرا او الناس اللي وافقت على الحكايه دي يوافقوا على انه يبقى الموسيقار عمر خيرت، الموسيقار ياسر عبد الرحمن، الموسيقار مودي الامام، الناس اللي هي فاهمه الحكايه انها مش مجرد نوت متوافقه موسيقيا مع الميلودي الاساسي بس، اللي عارفين يشوفوا لها رؤيه مختلفه. نعم. يعني احنا لما سمعنا وهابيات عمر خيرت لقينا عبد الوهاب بصوره تانية خالص برضه جميله جدا. فنقدر نعمل كده، ياسر عبد الرحمن لما وزع الحاجات القديمه دي ومنها اقبال صار بتاع السيد درويش ليا، ودانا ان الراجل ده فاهم، يعني الحكايه مش برضه نوت موسيقيه متوافقه وخلاص. طيب. فاتمنى انه الوزيره ودار الاوبرا توافقني انها يقدروا يجيبوا لي الناس دي العباقره دول، يعني وما يعوقنا يعني ما يوقفش في طريقنا ان ده هياخد فلوس كتير وان ده مش عارف ايه، يعني نقدر لو يعني قالوا لهم من الحكايه دي مشروع للبلد كلها ومشروع قومي وكده، اعتقد ان هم مش هيعترضوا يعني. طيب يعني هل في توقيت معين بنتكلم على وقت معين ولا ايه؟ لان الحاجات دي ممكن تتفتح توقيتها فتروح. لا مش هنتاخر، يعني احنا كنا اتفقنا انا ومعالي الوزيره على
بعد مهرجان الموسيقى العربية، لأنه المهرجان برضو حمل تقيل عليهم وبيبقى في مطربين عرب جايين وتحضيرات كتير، والموسيقيين لازم نوفرهم لأنه هتلاقي موسيقيين كتير مش في مصر مسافرين يعني صحيح. فالمسألة برضو مرهقة، فكنا اتفقنا على بعد المهرجان. لكن أتمنى أن نقدر يعني أعمل مثلا حفلة واحدة قبل المهرجان، وبعدين بعد المهرجان نقدر نكمل المشروع إن شاء الله. طب يعني هذا قول لي ايه اللي كان بيزعجك مع من قصه مدحت صالح؟ هل ان هو صديق وحسيت ان هو ما كلمكش مثلا، ولا ايه اكتر حاجه ازعجتك؟ وهل لسه انت ومدحت زعلانين من بعض؟ ده انتوا كنتوا اصدقاء يعني. احنا اصل الحكايه دي ليها شقين. اولا انا بحب مدحت صالح الاول كفنان بيعرف يشخص، يعني المطرب مش صوت حلو وخلاص. طبعا مدحت صالح لما يجي يقول راح تاخد ايه ولا كام وليه، وزي ما هي حبها دي بالاحساس اللي يخلينا نبكي كل ما نشوف المشهد ده اللي عمله شريف عرفه، والجمله اللي قالها له حسين فهمي، انت بتحب امك ليه؟ عشان احلى واحده ولا عشان هي امك؟ وبعدين نسمع مدحت صالح وهو بيقول الاغنيه العظيمه دي زي ما هي حبها اللي عملها عمر خيرت، بقى اتاثر كل مره، وكل مره صحيح. بحس بجمال صوته وجمال ووعيه كمان بانه ازاي يعرف يشخص ويمثل الاغنيه اللي بيغنيها. لما يغني مسلسل فيه هزار تتر مثلا في مسلسل ليحيى الفخراني، يعرف ازاي صوته يلون يبقى بكل السخريه ويلون صوته ويضحكك ويضحك يعني راجل فنان بيفهم قوي قوي. وكمان مدحت ده تلميذ ابويا. يعني ابويا كان تلامذته مدحت صالح وعمرو دياب وانغام ولطيفه التونسيه وشيرين وجدي وانا واحمد الحجار وناس كتير عرب كانوا بيدرسوا مزيكا في مصر يعني. فيعني مدحت حتى في الذكرى الأربعين بتاع ابويا لما عملناه في المسرح القومي، والاستاذ عوده وصفي كتر خيرها ان ادتنا القومي وقتها، وجي فنانين كتير، مدحت جه ثلاث بروفات الفرقه اللي عملها امير عبد المجيد، حضر الثلاث بروفات وجي وقف على المسرح وقال انه ده انا تلميذ عم ابراهيم الحجار، وغنى له لحن من الحانه اللي غناها بابا زمان سنه 47 في الاذاعه، وكان يعني وطلعنا مع منى الشاذلي في برنامج صحيح. قريب صحيح. وقعد يقول علي الحجار ده استاذي وانا اتعلمت منه كتير وحاجات، يعني العلاقه بيني وبينه، وبنتقابل كتير مثلا يبقى هو خارج من الاوبرا من بروفا وانا داخل بروفا وعلاقتنا كويسه جدا، هو يعرف ابني وانا اعرف ابنه وابنه، حتى قابلته في الحلقه اللي عملناها صحيح. معاك انا واحمد، لانه بيشتغل معانا. ايوه فعلا لانه بيشتغل معاكوا، وفرحت جدا انه انا شايف ابن مدحت صالح نجم كده، شكله نجم سينما يعني، واتكلمنا كلام حلو جدا وحسيت ان هو. فايه اللي عز عليك بقى؟ ايه اللي يعني كان غصه في حلق علي الحجار؟ لما لقيت معظم الكلام اللي بيتقال في المؤتمر منه شبه الكلام اللي انا كنت بقوله في لقاءاتي من 20 سنه. انا طبعا كل سنه بتعدي عليا، بعمل اكثر من لقاءين ثلاثه في التلفزيون ولقاءين ثلاثه في جورنال او موقع، الكلام اللي كنت بقوله موجود متسجل، حتى اصحابي اللي بعتوا لي الحاجات دي والمقارنات دي، مش انا اللي قعدت ادور يعني، فلاقي الكلام اللي انا بقوله يطلع هو نفس يا عم، طب قول لي انا عايز اعمل كذا، هقول لك طيب ماشي مش هعترض، او اقول لك لا خلي بالك ده انا تعبت فيه ومن فضلك يعني ممكن تشوف سكه ثانيه او بتاع، وهبقى صريح. فبس خلاص دلوقتي انا ناسي الموضوع ده تماما والله العظيم، بعد ما خلاص الدوله دي ادتني فرصه ان انا احقق اللي كان نفسي فيه قبل ما اموت، انا راجل عندي 69 سنه بعد الشر، ما دام هحقق جزء من اللي انا نفسي فيه ويستلموا بعدي واحد تاني يطور اكتر في العصر اللي هو هيبقى فيه كده، ده حاجه لمصر حلوه جدا يعني. هل كمان لما شفت ان اللي بيعمله مختلف تماما ان هو بيغني مدحت صالح، يعني هو دي حفلات مدحت صالح فعلا زي ما انت بتقول؟ ايوه فارتحت بقى خلاص، قلت لا الراجل مش بيقلد مشروعي. يعني ما حصلش بينكم اي مكالمه في الفتره الاخرانيه؟ لا كنت اتمنى طبعا انه يحصل كده يعني، اتمنى انه يعني الحاله دي من مش سميه الخلاف ولكن الاختلاف يعني تذوب بسرعه، لانه يعني انت فنان عظيم ومدحت صالح فنان جميل ايضا، فيعني من الواضح ان في فرق كبير بين المشروعين. وفعلا هو يمكن لو كان في مكالمه تليفون من هنا او هنا فكان الموضوع انتهى في ثلاث دقائق يعني. ايوه بس ما كانتش المكالمه دي هتحصل مني، لان انا فوجئت بان المؤتمر بيحصل فيه كذا وبيتقال فيه كذا. يعني مش ممكن حب انا اللي بكلمه
قبل ما اعرف الحكايه، يعني اقصد بعد ما عرفت الحكايه اكلمه اقول له ايه خلاص عملت. كان هو الطبيعي انه هو يكلمني يقول لنا، لانه مش ممكن يكون في العشرين سنه اللي انا بتكلم فيهم في لقاءات مختلفه دي ما سمعش. يعني احنا في انتظار 100 سنه غنى، وانا عارفه ان انت هتقدم حاجه لها قيمه زي كل اللي انت بتقدمه يا علي، له قيمه كبيره. حفله ايورت كانت عظيمه، نص اصدقائي كانوا موجودين وكلهم جم قالوا لي قد ايه الحفله كانت رائعه، مليانه من المثقفين، وكان فيها دعم ليك، كان في احساس كده انه الناس جايه تدعم علي، عشان كان في احساس ان علي يعني ربما يكون حاجة جت عليه، أو إن هو مش واخد حقه كفاية، أو إنه فكرته اتاخدت، فكان في إحساس بمحاولة الدعم. بس أظن كده مع دعم وزارة الثقافة الموضوع أصبح يعني طبعاً لطيف. والله العظيم أول ما دخلت على المسرح اتخضيت، واضح إنه في كتير منهم لأنهم متابعيني وعاملين لي صفحات على السوشيال ميديا وعارفين المشروع ده من زمان وبيسمعوا عنه في اللقاءات وكده، واضح ان هم تعاطفوا جدا جدا. وانا داخل على المسرح والله رجعت الورق، انا عاده لما بدخل على المسرح بعدي الميكروفون الاول عشان ابقى قريب من الناس على الستيج على الخشبه يعني بتاعه المسرح، واحييهم الاول ثم ارجع اقف قدام الميكروفون عشان اغني. ساعتها ما لحقتش اتقدم لقدام من الاستقبال العجيب جدا، كان الصاله كلها متفقه، او مثلا مجموعه قامت وقفت الاول فالباقي بالعدوى راحوا قايمين هم كمان، قالوا افتكروا مثلا ده تقليد يعني بيحصل لما الفنان يدخل. فلقيت المقابله يعني خلاص دخلت اغني ببطوله بقى يعني اللي هو بفرحه ويعني وبعدها كملت بقى في الاخر بالميدلي اللي انا بعمله اللي هو المقتطفات اللي بعملها من اغاني انتصارات اكتوبر دي، واثنين اصحابي توائم دكتور ميزو ومحمود حمدي لما بيعرفوا ان انا هغني الميدلي ده بيشتروا اعلام ويوزعوه على الجمهور في الاخر. فمع بقى انه إن الناس دي بالفنانين بالاعلاميين بالوزراء اللي موجودين شايلين الاعلام زيهم زي بقيه الشباب حتى الصغير وبيغنوا معايا الاغاني دي، دي كان ختام عبقري. والحمد لله حتى لما رحت للمعالي الوزيره قالت لي انا جات لي الحفله وشفت ان الحفله جميله جدا وببارك لك عليها. عموما يعني انا احنا كلنا منتظرين 100 سنه غنى، وانا عارفه ان انت هتقدم حاجه جميله. شكرا للفنان الكبير علي الحجار، شكرا لوزاره الثقافه.